طيب خلينا نروح لماتشات النهارده. وانت جاي يعني اكيد مش عاجبك الاهلي طبعا كسب وثلاث نقط مهمه، لكن الاداء ما كانش عاجبك. احنا لسه حتى كنا بنتكلم في الفاصل كنت يعني مبسوط من الاداء. انا توقعت الاهلي ياخد المباراه دي، يستغل المباراه دي ان هو يعني يعمل يفوق وبعدين يعمل يعني رد ثقه للفريق ذات نفسه وللجمهور. الجمهور لسه ستيل قلقان طبعا، مش الاداء مش مقنع خالص، خصوصا مع النهارده بيلعب كم كرات طويله بدون هدف. الكره كانت بتروح لفرقه المقاصه بدون اي حاجه يعني. ما عندكش سرعات. محمد شريف مش موجود. لا غير ان سرعات الكره ما بتطلعش صح. فان مش ده النادي الاهلي، لا مش ده النادي الاهلي خالص يعني. بس هو خلي بالك في غيابات كتير برضه. والله لو حتى يعني في طاهر، محمد طاهر، حسين الشحات مش موجود. عندك حوالي 9 لعيبه، عندك 9 لعيبه غايبين. بيرسي تاو في 5 6 حتى اللي هم المؤثرين قدام مش موجودين. مش معاك انا في كل الكلام ده. ده النادي الاهلي بيلعب قدام فرقه، اسف ان انا هقول كده، اخر فرقه في الدوري. ما ينفعش ان يبقى بالشكل والمستوى ده. انت متخيل ان النادي الاهلي دخل فيه هدفين النهارده؟ هم يعني تسلل طبعا 100%. حتى كمان في الكرة، في كرة أخيرة في الشوط الثاني على كان في تهديد عليها جوه الست ياردات وطلعت بره على يمين علي لطفي. أيه. وكرة بعديها كانت فاول على منطقة ال 18. لا في مشاكل كتير جدا في النادي الأهلي. كابتن أشرف، فمش ده النادي الأهلي أصلا. أنا عايز أقطع كلامك في حاجة. يعني جات لي وأنت بتتكلم وبتقول مش دي اللعيبة بتاعت النادي الأهلي ومش دي فرقة النادي الأهلي. أنا إحساسي مش عارف تتفق معايا ولا لا، إحساسي اللعيبة دي مش محتاجة شغل فني في الملعب. اللعيبه دي محتاجه، اللعيبه دي عندها شعور. خلينا نتكلم بحس اللعيبه، مش حد ساندهم في ظهرهم غير اللي محدش ساندهم في ظهرهم. ان انا خدت 2 افريقيا وخدت 2 برونزيه عالم وخدت 2 سوبر افريقيا، مش مركزين يعني الفتره دي يا كابتن. في اوقات اللعيب مش هقول لك شبعان، بس يعني ما هو بص في سنه ايه. طب هقول لك بقى انت، بس دي دايما في